مرحبا واهلا وسهلا بدارس جيتار. عم نحكي عن الرومبا سترامينج باترنز. رح نحكي هلا بهاللسن عن باترن 2، تاني باترن يلي هو في له 2 فاريشنز، يعني في بينلعب هالباترن بثلاث طرق، بالطريقة الأساسية وفي تعديلتين فينا نعملهم عليه. لنحكي أول شي عن الطريقة الأساسية اللي هي كمان مؤلفة من 8 ستبس أو 8 خطوات يلي هن التالي. أول شي P لتحت مع غولبي بال A وال M fingers تحت الترابل سترينجز. اوكي، سو هاي الحركة بدها تصير بهالطريقة بنفس الوقت. اوكي، سو P لتحت مع غولبي بال A وال M، بعدين P لفوق، بعدين A M I لتحت مع برمة الرسغ، P لفوق، بعدين السكتة، نرجع I لفوق، نرجع AMI لتحت و AMI لفوق. لنعيد، فإذا P لتحت مع غولبي، P لفوق، AMI لتحت مع برمة الرسغ، P لفوق، سكتة، I لفوق، AMI لتحت و AMI لفوق. إذا بدنا نعمل هالريذم مع المترونوم بيصير شكله على الطريقة التالية. إذا بدنا نعمل هالريذم مع المترونوم وكورد الإي ماينر بيصير شكله بهالشكل. أول variation أو أول تعديل لهالريذم أو لهالباترن بتصير بهالطريقة. أول أربع خطوات ما بيتغيروا، منضل P لتحت مع غولبي، P لفوق، AMI لتحت مع برمة الرسغ، P لفوق. بعد ما نعمل P لفوق بدنا نرجع نحضر حالنا لحتى نعمل P لفوق مرة تانية. فالخطوة رقم 5 بهالريذم أو بهالفاريشن بتكون هي إنه بعد ما نطلع الطلعة الـ P لفوق بالخطوة رقم 4 بدنا نرجع ننزل ايدنا ونحضرها من تحت الترابل سترينجز لحتى نرجع نطلع بالبي لفوق بخطوة رقم 6. فالخطوة رقم 5 بحد ذاتها بتكون هي نزلة الايد لتحضير البي من تحت الترابلز ليرجع يطلع. اوكي، اللي هي انا سميتها hover with P to below troubles. اوكي، سو لنرجع نراجع، بصير في عنا P لتحت مع غولبي، P لفوق، AMI لتحت مع برمة، P لفوق، نزلة الإيد، P لفوق، سكتة، و I لفوق. نرجع نعمله كله سوا. إذا بدنا نعمل هالريذم مع مترونوم وعلى كورد الإي ماينر بيصير الصوت هيك. تاني variation لهال pattern أو تاني تعديلة هي التالية. بيضلن أربع، أول أربع خطوات نفس الشي، P لتحت مع غولبي، P لفوق، AMI لتحت مع برمة الرسغ، و P لفوق. بعدين في عنا هون خطوة أنا نسميها غولبي with palm over strings and top.
يلي معناته انه بناخد الايد من راحة الايد وبنخبط فيها على الجيتار فوق الاوتار وفوق التوب يلي هون وهون. اوكي هاي هي الحركة. هلا هاي بتمشي كسكتة وغولبة بنفس الوقت. اوكي سو هاي خامس خطوة بالريذم او بالباترن بتاني تعديلة. من بعد هالخطوة بنعمل اي لفوق بنرجع السكتة العادية واي لفوق. فبنرجع بنراجع بصير بي لتحت مع غولبي بي لفوق اي ام اي لتحت بي لفوق غولبي هاي بهالطريقة اي لفوق سكتة واي لفوق. اذا بدنا نعمل هالريذم او هالتاني تعديلة او second variation مع المترونوم على كورد الاي ماينر بصير الصوت بهالطريقة.